السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم، ويا ميت مرحبا معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات من العراق، الشرف بكم. واليوم احنا عندنا طريقة التقسيم وكيف تتغلب على طريقة التقسيم وشون تتعلم طريقة التقسيم اللي هي موجودة عندك على آلة العود. أحب أذكر بالدورات الموسيقية 8 محاضرات باشتراك شهري وقابل للتجديد. رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو من كل دول العالم اللي يحب يشترك. بالمدرسة العراقية نعطيك كافة التفاصيل بالعود والتقسيم وكل شيء تحتاج. وأكو دورات عندي أيضا في بغداد اللي يحب إنه أروح له أذهب له إلى البيت. طريقة التقسيم يا أخوان، إنه عندنا إحنا هذا العود، قبل ما تقسم أنت لازم تكون عندك الإمكانية في طريقة الريش، يعني أنت لازم مفروض تتمرن سلالم، يعني مثلا عندك دو عجم عجم لازم أنت مفروض فسلم عجم هذا المفروض تتمرن أكثر من مرة، مرة مرتين ثلاث أربع مرات خمس مرات إلى أنه تبدي تاخذ الجمل من المدرس نفسه. يعني لازم انت يبدي عندك انه مقام مقام حتى انت تقدر تقسم. يعني مثلا دوريمي فاصل با راح غير لا سي دو سي لا صال حجاز لا سي لا صال با دو سي لا صال فا با با دي سخنت غير فصار عندك دو سي لا صال با رجعت على العجب. هنا حجاز هنا. هاي شلون راح تعرفه؟ هاي طريقة أنا هسه سويتها، كيف راح تعرفه؟ من خلال ما تاخذ سلم سلم. الجنس مالته، طبعا هاي كلها بالدورات الموسيقية موجودة، فاحنا نقول مثلا هذا حجم. ريمي فاصل. ايش ناخذ؟ ناخذ لا بيمول وسي طبيعي، هذا حجاز مثل ما حجاز عري ياخذ مي بيمول فاديس. انت دا مدارسي ما تقدر انا اللي شرح لي اشرح لك انت ما تعرفه. لا 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 حجاز سول فا مي ري دو اجي عجب السفك او السلم الطاك الدليل والطاك النوعية للدليل. فالتقسيم يعتمد على قضية مهمة جدا، هي شلون تعرف المقامات. هسا احنا اخذنا في هذا المقام اخذنا طريقة التقسيم العجم وانتقال الى الحجاز. الدرس القادم ايضا راح مقام اخر وهكذا. اتمنى انه وصلت لكم الفكرة، وشرف لي الكبير وتسويل لايك والاشتراك، واللي حب يشترك بالدورات الموسيقية أنا حاضر، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.